وأكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا. سميرنا هي إزمير. نعم. في تركيا ما يسمى بتركيا. نعم. هذا شكرا. هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. إذن كيف المسيحي الفقير غني؟ المسيحي حتى وهو فقير هو غني، لأنه عنا كنوز روحية اللي هي، وبالذات في الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، لأنه لا نعتقد فقط إنه روح المسيح معنا، بل إنه جسد المسيح معنا في القربان الأقدس، صح ولا لا؟ فالمسيح مش بس إنه كائن كان في التاريخ وهو حي، ولكن خارج عنا وخارج عن أجسادنا، بل هو حي فينا. يعني لما القديس بولس بقول في رسالة غلاطية: لست أنا الحي بل المسيح حي فيا، يعني جسد المسيح حاضر بيننا، صح؟ فهذا كنز كبير. طبعا محبتنا للسيدة العذراء كرد بسيط من محبتها هي إلنا كمان، هذا كنز روحاني كبير ناقص عند كتير من الفئات مع الأسف. تدخل جماعاتهم ما بتلاقيش الحنان. ليش؟ فيش أم، صح ولا؟ لما ما فيش أم المسيح يعني بينقص، صح ولا؟ ما فيش عندك الأبوة الروحية الموجودة في الكهنوت. إحنا مهما كانت صفاتنا إحنا الكهنة، في عنا إيه؟ الأبوة الروحية. شو لقب الكاهن؟ أبونا. لقب حنان، لقب عطف، مش لقب عظمة. في ناس قال بفكروا إنه لقب عظمة لما تقول لوالدك بابا، لقب عظمة ولا حنان؟ لما نقول بالطقس البيزنطي بدالة الأبناء، بدالة وبغير دينونا نجسر ونقول أبانا الذي في السماوات. إذن إحنا في إزمير. نعم. نعم. تفضل. إزمير على فكرة كانت أحد، يعني ستصبح من أهم الكراسي الأسقفية في المسيحية، إذا مش الكرسي الأول في المسيحية، أنه القديس إيريناوس، إذا بتسمع عنه، القديس إيريناوس المتوفى سنة 220 أو 222، كان تلميذ القديس بوليكاربوس، والقديس بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا الحبيب. قديس إيريناوس كان أسقف إزمير، ومن إزمير انتقل لوين؟ إلى ليون في فرنسا. ليون في فرنسا. عشان هيك لليوم وبكرة في الترتيب الكنسي أنو كبير أساقفة فرنسا مش أسقف باريس بل أسقف ليون، لأنه خليفة القديس إيريناوس. أنو اللي راح لليون منهم؟ أنو القديس إيريناوس. نعم، القديس إيريناوس هو اللي راح لليون، عشان هيك يسمون فرنسا إيش؟ البنت البكر للكنيسة. البنت البكر في الغرب أو في بلاد الغال، لأنه يعني هيك كان اسمها بلاد الغال، هي ليون، فرنسا ككل وبالذات مدينة ليون. المهم أنه في هلأ راح بيقول له إذن إحنا طبعا على فكرة كمسيحيين مش مفروض يكون في بيننا ولا فقير. المسيح ما قالش طوبى للفقر، شو قال؟ طوبى للفقراء اللي غصب عن كل إشي بضلوا فقراء. بس مبدئيا مش لازم نكون فقراء بيننا. ليش؟ ايش لازم تكون بيننا؟ اشتراكية المسيحية اللي كانت عند المسيحيين الأولين. بس لما المسيحي بفكر بنفسه وما بفكرش بأخوه، فهذا بكون مليونير وهذا بكون شحات، ومع الأسف كل ما كتروا مصريات البشر كثير مرات كل ما كتر عندهم الطمع، والاثنان لا يشبعان
طالب علم وطالب مال، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. عشان هيك كمان اشي مهم هذا، لما بيقولوا لنا كثير ناس بيتصلوا بي خصوصا كانت الرعاية، صح ولا لا؟ طبعا ما بحكيش عنكم لانكم انتم جايين تسمعوا كلمة الله، بس في ناس ما بيعرفوا الخوري وما بيعرفوا الكنيسة الا لحاجتهم المادية. اكبر غنى بقدم لنا اياه الكاهن هو في الذبيحة الالهية، جسد المسيح ودمه، كرسي الاعتراف، المعمودية، كل هالمقدسات اللي بقدم لنا اياها الكاهن. المعرفة لهذا وجدت الكنيسة فقط مش أكثر. لهذا وجدت الكنيسة. ألا في غياب، في غياب الدولة، في غياب السلام، في القلاقل، في الحروب، في المجاعات، الناس لمين بدهم يلجأوا؟ يلجأوا لأمهم، للكنيسة. بس أنا مش وظيفتي، تذكروا شو حكيت في الكرزة الحد مش الماضي اللي قبله، أنا يا عمي ما صرت خوري، بديش أحكي عن أبونا عزيز الله بحيي والدي كمان مرة، دائما والدين الكهنة كنز كبير إلنا الله يخليهم فوق راسه، وبقولها بتأثر لأنه بتذكر إنه أسعد أيام حياتي كانوا إمتى؟ بوجود الوالدين، صح ولا لا؟ في مثل عربي صحيح، بعد أمي وأبوي كل الناس جيران، بعد أمي وأبوي كل الناس جيران. إذا كنت أقول بالنسبة لل قلتها بالكرزة، أنا ما صرت خوري عشان أبني لك بيت وأدعم أولادك وأدفع عنك، أنا بدال ما أبني لك بيت ليش ما أبني إلي؟ خصوصا أنا الخوري العزم، صح؟ بدال ما أدفع عن أولادك، طب ليش ما أدفع عن أولادي ولا لا؟ زي ما قال لي هذاك الواحد في هالبلد بس ما تجيبوا السيرة، قال لي أمونا احنا منجيب الأولاد وانت بتربيهم. طيب منيح، هذا تقسيم حلو. زي ما بقوله بالعنجليزي fair enough، انتوا جيبوهم واحنا بنربيهم. طيب خليني احكي لكم هالنكتة وخليها تطلع على اليوتيوب. في مرة واحد مرحب هنا بالأخ رائد، مرة في واحد كان على خلاف مع مرته، زي ما بقولوا بالبجالي قامت الكردة، انفصلوا عن بعض، انفصلوا عن بعض، و طيب في أولاد مش بس هو وهي، في أولاد ولا لا؟ فشو هي بتتصل في تلفون بتقول لي يا أبونا خلص، يعني مع إنه أنا على خلاف مع جوزي بس يعني رتبنا الأمور بالنسبة للحضانة. قلت له كيف يعني حضانة الأولاد؟ قال هو بصرف عليهم الأكل والشرب وكل هذا، وأنا بدفع عنهم المدارس. أنا وقتها كنت لابس نظارات فبحلقت بعيني الأربعة على التلفون هالحكي، وقلت لها طيب يا مدام حضرتك ما بتشتغلي، تشتغلي انت؟ قال لا. قلت له كيف بدك تدفع المدارس؟ قالت لي ابونا حضرتك تدفع. قلت لها ايه مش هون النكتة، قلت لها ايه، قلت لها انا شايف انه انا اللي اخذت الحضانة. ففعلا انا اخذت حضانة لاولادنا. اذا انت فقير وبنفس الوقت انت ايش؟ غني. احنا اغنياء بالمسيح، اغنياء باخلاقنا المسيحيه، اغنياء بعائلاتنا. شوفوا ما احلى عائلاتكم، بلاش نحسدكم يا عمي، ديروا بالكم على الايمان وعلى الاخلاق. بروح على غير بلاد، مرحبا مين الاخت؟ بقول لي المدام. وفلان بقول ابني، بقول لي اه فرصة سعيدة اشوف ابنك، بتقول لي لا هذا مش ابني، هذا ابن جوزي، انا هذا ابني. فصفى my children غير ويور children من جوزك الثاني المصون الاولاني، واور children يعني اللي انا وياك جبناه، ولا غلط؟ ولا اولاد هالقد ولا هالقد مخدرات وكذا.
عائلاتنا الحمد لله للآن عائلات حلوة. شو ناقصها؟ شو ناقصها المعرفة؟ الوعي في الدين. يا عمي خلينا هلأ يكون فترة صوم انقلاب، بدل زي ما تفضل أبو الخوري بدل يكون 40 ليش ما يكون 400؟ شو هالمسخرة هاي؟ إحنا مسيحية بلد المسيح ولا لا؟ كون ميتانيا باليوناني ميتانيا التوبة يعني إيش؟ انقلاب رأساً على عقب. شو هالمسخرة؟ بقولوا لي عن الحفلة، هذا آخر شيء بدي أحكيه قبل ما نرجع للنص. كان مفروض بعد 4 أيام يصير في حفلة في أحد الأماكن اللي أنا بعمل فيها ندوة. لما أنا بعمل الندوة بيجي 10:30 بحضر، 10:30 باعتبار نص أطفال يعني. الأطفال سنة قيمتهم بس عشان بيدخلوا وبيطلعوا حسبتهم نص. منيح؟ رغم إنه الحفلة كان بدها تصير تاني يوم بداية الصوم، يعني 4 رماد تاني يوم الخميس، كتير ناس سجلوا للحفلة. يمكن وصل عددهم 200-300 بني آدم للحفلة. وقبلها بكرة إن شاء الله بدي أعمل الندوة، بدي أشوف كم من واحد راح يجي. بعدين ألغيت الحفلة. ليش ألغيت؟ لأنه في أطفال ماتوا بحادث سير، مش عشان خاطر المسيح، عشان الصوم. هدول أغنياء ولكنهم فقراء. إحنا إيش بدنا نكون؟ فقراء ولكن أغنياء. تفضل دكتور. مع أنك غني وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. إذن في عنا هنا من هم اليهود الحقيقيون؟ عنا هون في الواقع تفسيرين. في عنا في الواقع تفسيرين، والتفسير الأول بيحكي عن ناس بيفتخروا إنهم يهود ولكنهم مش ماشيين على المبادئ اليهودية، مش ماشيين على أصول الدين اليهودي، خصوصاً على الوصايا العشر. بس هذا التفسير ضعيف. الأقوى منه في يهود صاروا مسيحيين، اليهود المتنصرين نسميهم، ويمكن هدول اللي القرآن بسميهم النصارى. يمكن بديش أدخل في نصوص قرآنية. هل هدول في نفس الوقت كانوا يفتخروا بأصلهم اليهودي، قولوا يا عمي إحنا من إخوال المسيح صح؟ إحنا يهود صرنا مسيحيين. بقول في ناس منهم، وهذا هو التفسير الأقرب إلى الصواب، بيقولوا إحنا مسيحيين من أصل يهودي، إحنا بنفتخر بأصلنا اليهودي وبنفتخر بالمسيح وإنه صرنا مسيحيين، بيقول ولكنه في الواقع مجمع الشيطان. شو يعني مجمع الشيطان؟ الكنيس عادة لعبادة مين؟ لعبادة الله. هدول بيخدموا الشيطان. ومين هدول؟ هم اليهود أو حتى المسيحيين من أصل يهودي اللي بحاربوا الكنيسة. وفعلا من خلينا نقول كتير من الهرطقات والبدع لليوم مين وراها؟ مش هذا هوس فينا، هذا بنستنتجه في الواقع. مثلا شهود يهوى اسم يهودي، برجع لوين؟ أشعية 43:10-12 إشي يهودي. البدع المعمدانية روحوا على رؤسائها في أوروبا وأمريكا، يعني في الغرب، مين بأيده؟ مين بأيده؟ بأيده إسرائيل على المكشوف. كنيس الشيطان، مجمع الشيطان. تفضل دكتور. هو مجمع ولا مجامع الشيطان عندك؟ مجمع الشيطان بالضبط. اه تفضل.
لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. طبعا إكليل الحياة، أنتوا قاعدين زي أبو قاسم بياع الخيار صح؟ لا إلي ولا علي ولا علي أخ صح؟ صرت حافظها. طب ليش بقول إكليل الحياة؟ لأنه في إزمير القديمة كان في بنايات حلوة في المدينة وداخلها، وكانوا يطلقون عليها لقب إيش؟ إكليل إزمير. فعشان هيك بقول كن أميناً أعطيك إيش؟ إكليل الحياة. كويس؟ يعني مثلاً لو هلأ في عنا في عنا خوري قديس في أريحة، كان أنا بقول له لقى بدي أنت تلفريك في السموم. أما إذا واحد نصكم بقول له أنت كازينو. عفواً يعني فاهمين علي؟ يعني في عبارات الإنسان ما بيدركها تمام إلا إذا رجع لإيش؟ للتاريخ وللجغرافيا القديمة. نعم، مجموعة الأبنية التي كانت تحيط بالمدينة، بقمة المدينة حتى. تفضل دكتور. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. هون عندنا مشكلة بالموت الثاني، والشباب منكم الأفاضل والسيدات والأخوات اللي عمره كان عندهم نقاش مثلاً مع بدعة شهود يهوه، بتذكروا إنه هذا النص بيستخدموه حتى يقول لك الموت الثاني، إنه الإنسان الأشرار بموتوا وبعدين خلص سيدك ما قومهم بضلهم 200 بعين هون الموت الثاني. الموت الثاني يعني الفناء. فيش إشي اسمه الفناء عنا في المسيحية ولا في أي دين ولا حتى في التفسير خلينا نقول الديني للإنسان ولمصير الإنسان. إذا بدنا نأخذ آخر آية من إنجيل متى فصل 25، مين بده يسبق يشوف هذا النص؟ إنجيل متى فصل، على فكرة عندكم بالجواب من الكتاب بيحكي ضد فكرة الفناء، وراح نشوف خطورة هاي الفكرة من ناحية اجتماعية، زي ما برضو صديقي هون دائما بقول إنه في هاي اللقاءات في إشي كمان اجتماعي. هلأ راح نشوف الخطورة الاجتماعية لهذا الفكر المدمر، إنه الأشرار الله بيفنيهم خلص مش راح يقوم. طيب، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. إلى عذاب أبدي. شو عندك أخ عيسى؟ نفس الشيء، إلى العذاب الأبدي والصالحون للحياة الأبدية. شو الكلمة باليوناني؟ شوف كيف أنا حافظة عن غايب زي الديك لما بقول كوكو كوكو لأنه حافظة عن غايب. الكلمة اليونانية كولاسيس. كولاسيس معناها عذاب. شو موجودة في ترجمة شهود يهوه؟ مش موجود العذاب الأبدي، موجود القطع الأبدي. فيش قطع، إيش فيه؟ عذاب. شوفوا هلأ خطورة الاجتماعية لما بقول لك انه في على فكره هاي ضد كلام المسيح في انجيل يوحنا، شو يذهب الذين عملوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه. الانسان بده الخلود صح؟ لما تقول لي انه الاشرار الله بفنيهم معناه كثير بشر شو راح يقولوا؟ خليني اعمل كل اللي بدي اياه، يا عمي بديش اقوم بالاخره انا صح ولا لا؟ إذا الموت الثاني أو الهلاك الأبدي يعني العذاب بس في الخلود. تفضل.
وأكتب إلى ملاك الكسينة الكنيسة التي في برغانس. أيوة. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان. أي. وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ليش بقول عرش الشيطان؟ عرش الشيطان لأنه مدينة بيرغاموس، هلأ بقولكم كمان بإيش كانت مشهورة مدينة بيرغاموس اللي ليست بيرغامو الإيطالية، في بيرغامو في إيطاليا، هاي بيرغاموس موجودة اليوم في ما يسمى تركيا. هاي كان فيها مركز لعبادة الإمبراطور، فبما أنه كانوا يعبدوا الإمبراطور القديس يوحنا بقول لهم هاي عبادة غلط، وحتى كان في عندهم مراكز تانية بيعبدوا فيها إله الشفاء اليوناني إسكولابيس. إسكولابيس. فعشان هيك إذن بقول لهم المسيح هو الشافي، المسيح هو الملك، معناه انه ملاك الكنيسة يعني اسقف الكنيسة ظل متمسك بإيمانه بالمسيح الملك بالمسيح الشافي، مع انه كل اللي حواليه ايش كانوا بيعبدوا القيصر وايضا بيعبدوا اسكولابيس. على فكرة اذا حدا منكم راح على كنيسة القديسة حنة ما يسمى بالصلاحية، شايفين في بعدين البركة، بركة بيت زاتا المذكورة أيضا في إنجيل يوحنا أعتقد الفصل الخامس، وتحت البركة كمان كان في مكان لعبادة إله الطب اليوناني، ناس بيقولوا اسكولابيس، ناس بيقولوا سيرابيس، المهم والناس كانوا يروحوا للبركة كمان طلبا للشفاء. ونخلص الآن آخر آيات مع دكتور موشيل. ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاقة أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويرنوا ويزنوا، لأنه هذا شرط النقطة ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النيكولاويين الذي أبغضهم، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيفي فمي. من له فليسمع ما يقوله الروح الكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. غير الذي يأخذ. طبعا منشوف إنه هذا المن الخفي كان موجود في كتابات اليهود، في تقاليدهم إنه لما سيأتي المسيح المنتظر سيوزعه على الناس. أنتوا معاي؟ وطبعا بالنسبة إلنا عفوا هو رمز لإيش؟ لا للقربان المقدس. ويعطى الغالب حصى بيضاء يكتب عليها اسم جديد، طبعا هو اسم الرب، هذا الاسم الذي سيختم ايضا او نقول اسم المسيح. في برضو بعتقد في سفر ارميا بيقول انه ان اسمك يا رب دعي علينا، يعني انه احنا اخذنا اسمك. اذا هذا الاعتراف بيسوع يعطينا في القربان الاقدس هذا المن الخفي.
تفضل آخر شيء، من كانت له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المل المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. نعم. نكمل؟ نعم. وأكتب إلى ملاك الكنيسة. بذن نقف هنا. ثلاث كنائس، ظل أربعة. بالضبط، ومنكمل المرة الجاية، وشكراً لكم. تفضلوا مين؟